أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، صحاب طوركم ومرحبا بكم معنا بحلقة جديدة من الكاميرا خفية بشي تفاع. ضيف حلقتنا اليوم واحد الممثل خرجها من بيت الأساس، اليوم عسينا عليه تجبناه للطيارة وغنطلعوه حتى السما وغنقولوا ليه خسرات. محسن مالزي. تفرجي فيلم، قري شي حاجة، سمت الموسيقى، نوضي الكوزينة، ديري شي إبداع ولا شي حاجة، طلع ما يدار. دابا واش باغي دير المشكل من والو؟ هادشي دابا والو. راه غادي يهلك لك صحتك. حيت دابا ولد الحرام راه ما كتحسش بيه حتى تلقى راسك عند كونسير. قيس الخير الله يسلي. جبناه البرنامج سول مجرب باش يعيش معنا مهنة ديال ربان ديال الطائرة هنا بنادي الملاكي للطيران بأكادير. داكشي اللي غتشوف معنا اليوم يا خويا يا محسن ما عمرك شتيه في حياتك. خليكم معنا، حنا ديما معكم. شفرات لا 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 أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سول المجرب. سول المجرب كيف عرفتوا؟ كنجيبوا شخصية معروفة وكيعيش معنا مهنة ما عندها حتى علاقة بالمهنة ديالو. ضيف حلقتنا اليوم سي محسن مالزي، مرحبا بك خويا. كي داير الحبيب؟ كلشي مزيان الحمد لله. الطريق مزيان مزيان. نهار كبير هذا. شكرا بزاف ديجا على الدعوة وكنتمنى يكون كلشي مزيان. نعرفك بعماد البيلوت ديالنا. مرحبا بكم ومرحبا بسي محسن. شكرا تبارك الله عليك. وما تفوتنيش الفرصة باش نقدم ام سي المسوقر. رابور ديالنا صافا مزيان بخير. كيف ما شفتوا ضيف حلقة اليوم الفنان محسن مالزي، وحنا زدنا معاه المسوقر اللي منتحل شخصية ديال الرابور. المهم البيلوت عماد شرح لينا مزيان كل ما يخص مهنة ربان طائرة. ايوا بان لي السي محسن ما قاده فرحة باغي يعيش التجربة، داكشي علاش غنطلقوا نحو الطائرة. نخليو السي عماد يشرح لينا ويهضر لينا شوية على الميكانيك ديالها ويتحقق من وسائل السلامة ونطلعوا نركبوا نتوكلوا على الله. السي محسن تمتع لي مع راساتك بما وصلنا للارتفاع المناسب عاد نعطيك تسوق. سي محسن راه ما كاينش شي طياره كترجع باللور، راه غير حنا اللي دوبلناها بسرعه، والسرعه راه ما زويناش، راه هي اللي غتكون السبب في ان زيت الموتور غيسخن، ولا سخن زيت الموتور راه في اي لحظه يقدر يسكت. داكشي علاش السي محسن ضروري غنديرو هو الطيران. عندي بروبليم شد عافاك عندي لا سوسيون طالعه عليا بزاف، غادي خصني ننزل فشي بلاصه قريبه. صح ديا ما حبك ايمات ايمات شوف ديا امرجنسي امرجنسي لاندين هي فهاد الحمراء عندي زيت سخون جو دو اتيغيغ مي ايمات ما تبارك الله الحمد لله. شنو غتسير هنا فين؟ راه كاين تيوره كبيره
سلامتك اخويا محسن من هذا الهبوط الاضطراري، ولكن المشكل هنا باقي ما سالاش. محرك الطياره سخن والدخان طلع، ايوا نهرب قبل ما يتفرقع. وعندك نساو ام سي المسوقر داك السقع. الدخان هبط اخويا، هبط الله يرحم لك الوالد. واش الدخان شعل في الطياره؟ اه يا صاحبي، واش داير الدخان يا صاحبي؟ ما حيتيش الدخان صاحبي. الله يرحم الوالدين، هبطوا لي الله يرحم لكم الوالدين. شنو هو داكشي كيتحرك فيا تما؟ هبطني اخويا، سير حل سيري سيري. هبطني اخويا، انت انت فراسك والله ما كتعرف تسوق. قسما بعد مني، لا لا تبعد مني، تبعد مني، تبعد مني. انت ماشي راجل والله، ما راجل بالله. علاش طلعتينا زهير مع هاد الدخين هذا؟ علاش؟ والله تما يكرهوا بيضا. شكون هذا؟ علاش جبتي هذا؟ علاش؟ علاش جبتيه؟ هاد الكارثة هذا منين جبتيه لينا؟ والله إلا كارثة، خفنا ما مشينا ما والو. عطينا هو الاكستنكتور اللي عطيته. أوا 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 أوا، شكون هذا؟ علاش جبتيه هذا؟ مالك شنو دار؟ شنو دار لك هذا؟ شنو؟ سخفنا ما خصوش يطلع معانا، وما خصوش يطلع معانا. سيب حالات كثير والله حتى الناس كيعرفوا. أجي لهنا، يا قلتي بغيتي تضربني، يا قلتي بغيتي تضربني. أنا نولك، أنا نولك، أنا نولك. واش أنا ما فهمتش أنا هادشي؟ كمال شنو المستوى هذا؟ صحيح تبارك صحيح، هو تنفرك عليك راسك. يلاه اجي لهنا. سيب حالك، سيب حالك. لا ما غتضربوش بحجر. غتضربو بكاميرا خفية، كاميرا خفية، كاميرا خفية. شفتوا لنا هذا؟ راه ضريف بزاف، هذا راه ضريف. سو عليك خير وسالم.
تبعو باغي يضربو اسا باغي يضربك واش تبع هذا القلده باغي يضرب القلده روح اقرا قال لي قلبي على اللاندين وسبعة والزيت وما فهمت والو كان ينزلنا في الواد قال لك ينزلنا في الواد وانا مراد فوق الديور قال كنزلو هنايا الرعده فهمتيني الدوخه تطلع ما يمكنش انا راه والواعره هذا ما قدرناش نكالميو فهمتي تنقول لي غير انا كاع داك الكالم اللي عندي ما قدرتش نكالم تنقول له غير بلا تبقى تشدني بيدك ما تنقيس حتى لعبه تيقول لي راه انت اللي حركتي يلاه مشكل في الزيت ومشكل مع هذا ما بان ليش في الاول تا قال لك راه شاعل العافيه وتيقلب على الاكستانكتور واحد اللحظه ملي بقيتي لداخل بقيت زعما قلت ياك ما شعل العافيه ما خرجوا خلاو تما كنت باغي نرجع عنده بصح واخا طلعت لي الدم شكرا بزاف للناس كاع اللي كيتابعونا ونتمنى لكم رمضان مبارك كريم ان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه ونتمنى نكون خفيف عليكم شكرا لكم كلكم علي محسن.